الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في حال كتاب التمارين الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الفصل العاشر الدرس السابع. سؤال اثنين يقول لك: لدى جاسم 30 طابع، أوكي، بريدي، نصفها من الحجم الصغير وثلثها من الحجم الوسط والباقي من الحجم الكبير، فكم طابع لديه من الحجم الكبير؟ الآن قبل كل حاجه اقرا السؤال كامل. اول شيء ايش قال؟ كم طابع عنده؟ عنده 30 طابع، اوكي، عنده 30 طابع، بريدي. يقول لك نصفها، النص كم؟ النص عندنا في العاده النص هذا 1/2، اوكي، نصها من الحجم الصغير، الصغير، اوكي. شو يصير؟ 30 ضرب 1 30، والاثنين تنزل، وكم تساوي 30 تقسيم 2؟ كم تساوي؟ 15، اوكي. وثلثها من الحجم الوسط، يعني الثلث كم يساوي عندنا؟ 1/3، هذا الوسط، باقي الان الكبير. شو تساوي؟ 30 ضرب 1 30، والثلاثة تنزل، كم يساوي 30 تقسيم 3؟ كم؟ 10، اوكي. الحجم الوسط الان، الحجم الكبير كم يساوي؟ كم من الحجم الكبير الان؟ 15 زائد 10 شو تساوي؟ 25، زائد كم على اساس يعطينا 30؟ زائد على اساس يعطينا 30، على اساس يعطينا هذا العدد، لو كم؟ 25 زائد 30 5، يعني عنده 5 طوابع، تساوي بكم بالكسر؟ ها؟ 30 شنقسم ال 30 على كم عشان يعطينا 5؟ خلاص يساوي 1/6، وتساوي كم؟ 30 ضرب 1 30/6 يساوي 5. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.